خناقة الفنان إلهام شاهين وأحمد زاهر، لو مش عاجبك الفن سيبه. عبدالله رشدي يتعرض لانتقادات اللاذعة بعد تضامنه مع الفنان أحمد زاهر. أحمد زاهر وإلهام شاهين انتقدته بسبب الأحضان والقبلات، سيب الفن. إلهام شاهين تدافع عن القبلات والأحضان في الأفلام وتهاجم أحمد زاهر. أحمد زاهر في صورة جديدة مع بناته ليلي وملك ويعلق أخواتي. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب أحمد زاهر ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع أحمد زاهر. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر بسبب المشاهد الجريئة، إليكم التفاصيل. قامت الفنانة المصرية إلهام شاهين بمهاجمة الفنان أحمد زاهر بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول رفضه تقديم المشاهد الجريئة، وصفها بأنها سيئة جريئة في حياة صاحبها. وقالت إلهام إنه يجب عدم خلط الأمور ببعضها، فالدين ليس له علاقة بالفن أو السياسة، مضيفة يجب ولا نخلط الأمور ببعضها، ويجب أن لا يتكلم كل شخص بأمور لا يفهم فيها. ووجهت كلامها لأحمد زاهر قائلة لو أنت لا تحترم الفن وأهل الفن فمن الأفضل ترك المهنة ولا تكون معهم، وأنا لا أحب من يطلقون آراء دينية داخل الفن، هذا شيء وذلك شيء آخر. وكان أحمد زاهر قد أثار الجدل أخيرا بعد تصريحاته عن المشاهد الساخنة والقبلات، حيث قال أنا إنسان شرعي ومربي بناتي على خطوط حمراء معينة، فمشاهد البوس والمشاهد الساخنة سيئة جارية وتفضل جارية في حياة صاحبها وحياة ولاده وأحفاده، وأنا عمري ما قدمت مشاهد ساخنة، وزي ما عملت العيود دي لنفسي بناتي برضو عندهم نفس العيود. من جانب آخر انتهى أخيرا عرض حكاية حتى مني ضمن مسلسل زي الأمر من بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق وإناس كامل ومؤمن نور ونهال عنبر وسارة الشامية وتأليف شهيرة سلامة وإنتاج تامر مرسي ومها سليمة وإخراج حسام علي. اليوم أحمد زاهر ضيف ابنته ليلي في برنامج هزر فزر معلولي على سي بي سي. تعرض شاشة سي بي سي اليوم السبت أولى حلقات برنامج اللعب والضحك هزر فزر معلولي، والذي يشهد منافسات من نوع جديد بين أشهر النجوم ومنهم أحمد زاهر وهايدي كرم وأحمد السعدني، وهو البرنامج الذي يعرض يوم السبت والأحد في 10 مساء حصريا على سي بي سي. برنامج هزر فزر من تقديم الفنانة ليلي أحمد زاهر، والتي تولت مهمة تقديم الجزء الجديد منه بعد الفنانة هنا الزاهدة التي قدمت الموسم الأول وحققت نجاحا كبيرا. الفنانة ليلى أحمد زاهر حققت نجاحا مؤخرا من خلال بطولة مسلسل في بيتنا روبوت، وشاركها في البطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وهشام جمال ودلال عبد العزيز ودينا سامي وأوتوكا ومي دياب ونيلي محمود وعدد من الضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد زاهر وهشام ماجد ونهد السباعي وأسأس وشيرين عارف عبد الرسول وحنان سليمان وسامي مغاوري، من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي وهو من إنتاج سينرجي ورزمانة. وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت في إطار اجتماعي كوميديا عن المهندس يوسف الذي يقوم بدوره الفنان شمال هشام الذي اخترع روبوتين هما لذيذ عمرو وهبة وزومبا شيماء سيف، اللذان يساعداه هو وزوجته سارة والتي تقوم بدورها الفنانة ليلي زاهر. أحمد زاهر يكشف موقفه من المشاهد الجريئة وهل يسمح بها لبناته. كشف أحمد زاهر عن وضعه قيودا لابنتيه ليلي وملك في الأعمال الفنية التي يقمن بها، وهي عدم تقديم مشاهد ساخنة أو جريئة من القبلات أو الأحضان. وأوضع أحمد زاهر أن تلك القيود هي نفسها التي وضعها لنفسه طوال مشواره الفني، وبالتالي وضعها لبناته. وحول عدم تقديمه لتلك المشاهد ورفضها قال أحمد زاهر المشاهد الساخنة سيئة جارية وتفضل جارية في حياة صاحبها وحياة ولاده وأحفاده، وأنا عمري ما قدمت مشاهد ساخنة، وزي ما عملت الأيود لنفسي بناتي برضعهم عندهم نفس الأيود. وأضاف أنا عمري ما عملت كده ولا عمري أقدم مشاهد على سرير، أنا مقتنع الحاجات دي ملهاش علاقة بالفن، أنا مقتنع أني لو عايز أقول أن فلان مع فلانة في غرفة أشير لها لأن هذه الغرائز لي. وأوضح أحمد زاهر أنه لا يرفض التواصل مع الجمهور أو تواصل ابنته معهم، خاصة أنها تعمل في مجال الفن ولا يوجد ما يمنع من التقاط الصور معها، ولكن ليس من حق المعجبة أن يضع يده على ظهر ابنته
ورد الفنان أحمد زهر على الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية بعد انفعاله على أحد المعجبين بسبب محاولته التقاط الصور مع ابنته ليلي بعد حصوله على التكريم بالدورة التي تحمل اسم الفنان محمد صبحي لمهرجان همسة للفنون والأداب، وعلق: من حق الجمهور أنه يتصور معايا ومع بنتي علشان هم اللي عملونا فنانين، وعمري ما بكسف حد، لكن مطلوب الاحترام، يعني ما ينفعش حد يحط إيد على ظهرها قدامي وأنا أسكت. أحمد زاهر وإلهام شاهين انتقدته بسبب الأحضان والقبلات سيب الفن. البداية كانت عندما قال أحمد زاهر في اللقاء مع برنامج كلمة أخيرة على شاشة أو أن أنا إنسان شرقي ومربي بناتي على خطوط حمراء معينة، فالمشاهد الساخنة سيئة جارية وتفضل جارية في حياة صاحبها وحياة ولاده وأحفاده. وأضاف أحمد زاهر في حديثي عن رفضه لهذه المشاهد: أنا عمري ما قدمت مشاهد ساخنة، وزي ما عملت القيود دي لنفسي بناتي برضو عندهم نفس القيود. تصريحات أحمد زاهر أثرت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وردت الفنانة إلهام شاهين في تصريح خاص للوطن تنتقد ما أدلى به من تصريحات قائلة: الدين لوحده والفن لوحده والسياسة لوحدها، كل حاجة لازم تبقى لوحدها، ما نخلطش الأمور ببعضها، ومش كل واحد يتكلم في شيء مش بتاعه. لو أنت مش محترم الفن وأهل الفن بلاش تبقى موجود معهم. أحمد زاهر عن مشاهد القبلات سيئة جارية. تسببت تصريحات الفنان أحمد زاهر الأخيرة برفضه تقديم أي مشاهد حميمية تتخللها قبلات في الأفلام باعتبارها تثير الغرائز، وتأكيده أن مثل هذه المشاهد تسيء إلى أصحابها وأولاده وأحفاده، فضلا عن رفضه تقديم ابنتيه ملك وليلي لمثل هذه المشاهد في هجوم حاد من الناقد الفني طارق الشناوي، الذي أكد أن مثل هذه التصريحات والآراء القاصرة تظهر أن هناك ممثلين لا يعرفون دور الفنان، فالفنان يمثل دورا على الشاشة ولا يمثل نفسه، إذ قال: الممثل الذي يرفض القبلات أقول له: لماذا لا ترفض أن تكون سفاحا أو قوادا أو قاتلا؟ هل أنت مستعد لتقديم كل هذا وعند القبلة تقول لا؟ ما الفرق؟ وأضاف: طالما ده تمثيل ليه بتتحفظ على حاجة بعينها؟ أحمد زاهر ظهر في مسلسل البنس. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: لماذا أصرت إلهام شاهين على الهجوم على أحمد زاهر؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل نعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.